بسبب هالوضع يلي عم نعيشه ما ضل شي ممكن نقول عنه مستحيل، لأنه كل المستحيل عم يصير وبأبشع الطرق. قصتنا اليوم من حيثار وجد دمشقي قصة ممكن تصير مع أي إنسان مقتدر ماديا. خلونا نشوف شو هاي القصة. بس بداية حطوا لايك واشتركوا بالقناة كرمال توصلكن كل القصص الجديدة. في شخص اسمه سمير. سمير إنسان مقتدر مادياً، عنده مطعم ضمن هالحي، ضمن حي ساروجة. عمره بالخمسينات، أعزب وعايش لوحده، وكان مرافق شاب من الحي اسمه علاء، وبحكم الجيرة كانت علاقتهم كتير قوية. بس الفرق بينهم إنه سمير شخص بحاله وبشغله ما نتبع مشاكل نهائياً، على العكس تماماً من علاء. علاء كان صاحب مشاكل، وكل المصاري اللي طالعه من شغله يصرفها على المخدرات والسهرات. وبيوم من الأيام اشترى سمير بدون مازوت وبده يوصله على البيت، بس انشغل كتير بالمطعم. ولما علاء شافه مشلوش ومتلبك سأله: خير شبك؟ فيني ساعدك بشي؟ قاله: والله بدي ودي هالبدون على البيت، بس شفت عينك المطعم مليان زباين وماني قدران اتركه. قاله: تكرم، شو هالشغلة؟ انا بودي لك يا هيك هيك انا طالع على البيت. قاله: ايه والله كتر خيرك. عطاه سمير لعلاء المفتاح وقاله: لما ترجع بتناولني اياه. وحمل حاله وراح ليودي هالبيدون على البيت. ولما وصل فتح الباب وحط هالبيدون جوا، بس الفضول قتله وصار بده يعرف شو في جوا بقلب هاي الغرف. ففات وبلش ينكوش ويدور بهالبيت لحد ما شاف خزنة كبيرة. هون الشيطان وسوس له ونسي الجيرة ونسي أيامه مع رفيق عمره وجاره، وصارت غايته هالخزنة وشو في جواتها. وقال الزلمة عايش لحاله، عنده بيت ومطعم وشغله ماشي، أكيد معه مصاري، وكمان لهيك أكيد حاوي هاي الخزنة. حط بباله هالخزنة وصار يفكر كيف بده يحصل عليها. وطلع ورجع لعند سمير وقال له: أنا وصلت البيدون. قال له سمير: يسلم دياتك، ما قصرت. بس سمير كان مشغول مع الزباين بالمطعم، فقال له: علق المفتاح ورا الباب وأنا لما بخلص باخده. راح علاء ليعلق المفتاح، فقال بينه وبين حاله: ليش ما باخد هالمفتاح معي وبكسب شوية وقت، بلكي قدرت أسرق الخزنة. وأخده ومشي. ولما خلص سمير شغل إجا ليأخذ المفتاح فما لقى، فهون قال إنه أكيد بقي مع سمير. قال: مو مشكلة، بفتح بالمفتاح الثاني اللي معي والصبح بشوفه. تاني يوم شاف علاء وسأله عن المفتاح، قال له: يي والله نسيت، يلا هلأ بروح بجيبه، هو بالبيت. ومرت على هالحالة يومين ثلاثة وعلاء ما كان يرجع المفتاح. هون خاف علاء وقال إنه أكيد إذا ضل هالمفتاح معي رح يشك فيني، خليني رجعه. راح ورجع الأمور ورجع المفتاح، بس ما كان نسيان القصة ولا شايلها من باله نهائيا، وكان ناوي على السرقة وأخذ كل شي بقلب هاي الخزنة. والمساء علاء حكى مع رفيقه وقال له: تعال لنسهر. اسمه محمود، شاب بيشتغل معه وكمان نفس ما مشى لعلاء، يعني مشكلجي وبيشرب ومن هاي القصص. المهم حكى له عن قصة السرقة وعجبته القصة، وخصوصي لأنهم هنن بيتعاطوا وبيشربوا ما بيقدروا يقعدوا بدون مصاري. وبعد نقاش طويل قال له: نحن ما منكفي، لازمنا شخص ثالث معنا ونكون منوثق فيه. فاختاروا شاب من شلتهم كمان نفس ما مشاهن. وتاني يوم اتفقوا انه لما يطلع سمير الصبح على شغله اثنين بفوتوا على البيت وواحد بضل برا براقب الحارة لبين ما يطلعوا، واذا شاف شي حركة غريبة بخبرهم فورا. وخلصت القصة واتفقوا على التنفيذ تاني يوم. بس صار شي ما كان بالحسبان. علاء يلي خطط لكل شي اجت دورية بالنهار تابعة لمكافحة المخدرات وشحطته. وصل الخبر لرفقاته، بس طبعا هنين ما لغوا شيء، ضلوا مكفين بالقصة. وفورا نزلوا شاب بدل علاء وبلشوا بالتنفيذ. اول ما طلع سمير من البيت وفتح المطعم وتأكدوا انه سمير خلص التهب شغله، اثنين من الشباب نزلوا على البيت وبقي واحد برا عم يشوف الوضع. بلشوا يدوروا على مفتاح للخزنة او اي شيء يقدروا يفتحوا الخزنة فيه، بس ما كانوا يلاقوا. هون بلش الوقت يمر وحسوا الشباب باليأس، ومن كتر ما دوروا بهالبيت لقوا صاروخ من هاد يلي بيقصوا فيه الحديد وبلشوا يفتحوا فيها الخزنة. واثناء فتحهم للخزنة تفاجأ الشاب يلي برا برجعة سمير على البيت. فورا اتصل برفقاته وقال لهم سمير على وصول، هربوا فورا. بس هون طمعهم عليهم وغلبهم، فواحد كمل فتح الخزنة والتاني بلش يجهز ليلتقى بسمير. وأول ما فات سمير اتفاجأ بوجودهم وعلقوا ببعضهم، وما كان عندهم حل تاني غير انهم يقتلوا سمير. فطعنوه بظهره ورقبته عدة طعنات وفورا سمير كان متوفي بأرضه. وأخذوا كل شي بالخزنة، وكرمال يخفوا جريمتهم جابوا بدون المازوت نفسه كبوه بالبيت كله وشغلوا وانحرق البيت. وبذات اليوم تقاسموا كل المصاري اللي كانوا بالخزنة، كان فيها 3 ملايين و200 ألف ومسدس وموبايل. كل واحد أخذ حصته وهرب بعيد عن العيون. بس يا ترى كيف رح تنكشف هالجريمة؟ هلأ رح نشوف.
وبعد ما اكتشفوا أهالي حي ساروجا الحريق فوراً خبروا الشرطة والإطفاء، وبعد إخماد الحريق لقوا جثة سمير. هون تولى ناصر الأمن التدقيق والتحقيق بهي القصة، وأخذوا جثة سمير للطب الجنائي، وبعد تشريح الجثة تبين للطبيب الشرعي إنه سمير مطعون عدة طعنات ومتوفي حتى قبل الحريق. هون عرفوا إنه كل عملية الحريق كانت عبارة عن تمويه للسرقة والقتل، وبلش التحقيق بالموضوع بمساعدة أهالي حي ساروجا، وخصوص إنه هيك قصة غريبة على هالحي وغريبة عن عادات المجتمع بشكل عام. وكان اسم علاء أكثر اسم عم ينذكر من قبل الأهالي لأنه سمعته ما كانت منيحة أبدا وقلوا بالسوابق. وبسبب تواجد علاء بأحد المراكز الأمنية استدعوه فورا، وبعد ضغط كبير عليه طلع فعلا هو ورا هالقصة واعترف على رفقاته. وهيك جريمة طبعا حكمة ما رح يكون هين. علاء انحكم مؤبد بسبب عمايله الكتيرة والشنيعة، أما الشباب يلي شاركوا بقتل سمير حكموهن إعدام. وهيك بتكون خلصت قصتنا، وطبعا بنهاية كل قصة عم يكون في عبرة. رح تابع آراءكم بالكومنت، وإذا بتحبوا نحكي عن قصة معينة اكتبوا لنا كمان بالكومنت.